صديقاتي أصدقائي، مساء الخير، مرحبا بكم جميعا في هذا المقال الصوتي، المقال المسموع، مواكبة للاستحقاقات السياسية التي تعرفها بلادنا. أقدم لكم اليوم مقالا تحت عنوان ربنا أخرجنا من النفق وخلصنا من النفاق. لا تختلف آراء جل المواطنين المغاربة والرأي العام السياسي والجمعوي قاطبة في كون التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية في تدبير شؤوننا السياسية اليومية والعامة كانت بكل اليقين التام تجربة لجلد أصوات الناخبين المغلوبين على أمرهم الذين ارتموا في سقطة انتحارية عمياء وبكل ثقتهم الفطرية في حزب المصباح الإسلامي وخطابه السياسي الدعوي المدجج ببرنامج كمين إسلاموي ووعود مضمخة بماء الزهر ومشوبة بأبخرة عود الند والمسك وأبواق الأدعية والتضرعات والابتهالات الواعدة بنعيم الدنيا قبل الآخرة. هكذا إذن انساقت الفئات الشعبية المحرومة وراء سحر المصباح الخاطف وتشبثت بتلابيب نوره في ظلمة نفق الربيع العربي المشؤوم. لكن سرعان ما انكشفت حقيقة النور الذي انقلب إلى نار تلهب الجيوب والأسعار، ونار أيضا تلتهم أجساد الكثير من الباعة البسطاء الذين بات انتحار بعضهم بإدرامها في أجسادهم بردا وسلاما وأهون من العيش تحت جبة النفاق السياسي الديني والإخلال بالميثاق الذي يربطهم بحزب العدالة والتنمية الإسلامي. لقد كانت أول هدايا حكومة بن كيران لانتظارات الشعب المغربي صبيحة تقلدها مسؤولية الولاية الحالية هي رفع الدعم عن صندوق المقاصة الخاص بدعم أثمنة بعض المواد الاستهلاكية اليومية الأساسية كالسكر والزيت والدقيق والبنزين. وهكذا فإن حكومة بن كيران بدل أن تدشن برنامجها السياسي بالتفكير في المعجزة المالية القمينة بالرفع من القدرة الشرائية للمواطنين المستضعفين، فقد تنكرت لوعودها الانتخابوية وتركتهم لرحمة العراء في صقيع الفقر وجها لوجه مع مضاربات السوق الداخلية والدولي وضرباتها الموجعة من ارتفاع في الأسعار إلى ارتفاع أمر وأقصى منه. لم يجد معها المواطنون من حيل وحلول للتغلب عليها سوى بالتحايل اليومي عليها والتعايش معها مثل مرض مزمن أو تدبيرها عن طريق الارتماء بين فكي شركات القروض والسلفات الصغرى لتغطية مصاريف القوت اليومية البسيطة، عكس ما كان عليه الأمر في عهد الحكومة السابقة،
حيث كانت تصرف القروض الاستهلاكية الصغرى لاقتناء وتنويع الكماليات الشخصية والأجهزة المنزلية الضرورية والترفيهية التي تساعد الطبقات الدنيا والمتوسطة على تحقيق بعض من الاكتمال الاجتماعي والإحساس المادي بالكرامة والرفاه، وأخيرا الشعور بنشوة المواطنة في وجهها الآخر المادي الحميمي. كان إذن إقفال نافذة الإغاثة لصندوق المقصة إعلانا واضحا منذ البداية على دخول المغرب مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران إلى متاهة التقهقر الاجتماعي، حيث تضررت بشكل مباشر الطبقتان الفقيرة والمتوسطة، وتراجعت القدرة الشرائية لديهما معا، مما كان سببا في بروز مؤشرات كساد اقتصادي كان وما يزال يستدرج البلاد إلى إفلاس واضح في دينامية الاستثمارات التي تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تنشيط فرص التشغيل واحتواء مد العطالة، التي تفاقمت أيضا بسبب تراجع الحكومة الإسلامية عن مسؤولياتها في التوظيف المباشر خصوصا في القطاعات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم، اللذين بات يعانيان من خصاص مهول إن لم نقل كارثي، خصوصا في السنة الحالية، إذ عمدت وزارة الوظيفة العمومية إلى اعتماد قانون فصل التكوين عن التوظيف المباشر في قطاع التعليم. هذا بالإضافة إلى موجة فرار جماعي للآلاف من رجال ونساء التعليم العمومي من ورطة الرفع من سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة، مما تسبب في أزمة اكتظاظ داخل الفصول الدراسية وصلت إلى ما يفوق 60 تلميذا في القسم الواحد. وقد كانت التقارير القاتمة التي تنشرها المنظمات والمراصد الدولية المختصة من حين لآخر حول الترتيب العالمي للمغرب في قطاع التعليم قد دقت أجراس التحذير منذ سنوات، حيث صنف تقرير حديث للمنتدى الاقتصادي العالمي المغرب في المرتبة 101 من بين 140 دولة شملها مؤشر جودة التعليم بمعدل 3.6 نقطة من أصل 7. لينضاف هذا التقرير حول التنافسية العالمية برسم سنة 2015-2016 إلى تقارير أخرى جعلت المغرب في آخر ترتيب في جودة التعليم. أما في قطاع الصحة فقد احتل المغرب رتبة متأخرة فيما يخص عدد المرضى لكل طبيب واحد وفق إحصائية جديدة، وقال موقع بيج ثينج العلمي المتخصص في مؤشرات الصحة العالمية أن المغرب جاء في الرتبة 78 من أصل 115 دولة عبر العالم شملها التصنيف. ووفق نفس الإحصائيات فإن عدد المواطنين لكل طبيب بالمغرب بلغ 2000 شخص، وهو رقم بوأ المملكة مرتبة متأخرة مقارنة مع دول إفريقيا وعربية أبرزها الجزائر والبحرين وقطر والأردن والعراق. ومن دون شك أن هذين المؤشرين لأوضح دليل على أن حكومة بن كيران ومنذ 5 سنوات
قد دفعت ببلادنا إلى وضع التشفي من طرف جيراننا وخصوم وحدتنا الترابية المتربصين باستقرار المملكة إلى وضع أضاع علينا الكثير من المكاسب التنموية والاقتصادية. ومن دون شك أنه في حال ما إذا خذلت صناديق الاقتراع في 7 أكتوبر القادم تطلعات وانتظارات الشعب المغربي وحبكت في الكواليس من جديد حكومة بيجيلية إسلامية في نسخة ثانية وعادت إلى اللعب بنفس تشكيلتها في الشوط الثاني لمباراة السد الديمقراطية هاته، فإنه من دون تردد سيكون المغرب قد أقحم عنوة وبسياسة ماكرة ومبيتة في دائرة الفوضى والسكتة القلبية الحقيقية لا قدر الله، حيث لن يجدي معها لا تناوب اشتراكي بطعمي التسعيني ولا أحلام فيدرالية اليسار السبعينية لخيارها الثالث ولا تيار سلفي إخواني مفقود من دول عربية شرق أوسطية معروف بولائها للولايات المتحدة الأمريكية، ولا أحد ينكر أدوارها في تدمير سوريا واليمن والعراق ومصر. صديقاتي أصدقائي، الكاتب المغربي عبد حقي يتمنى لكم أوقاتا سعيدة، وإلى اللقاء في مقال مسموع جديد. دمتم بخير.